مؤشر سوق دبي تعاملاته اليوم على ارتفاع ب 1.46% ليصل إلى مستويات 3327 نقطة. بلغت أحجام التداول اليوم 377 مليون و300 ألف سهم، وتجاوزت قيم التداولات 559 مليون و200 ألف درهم. بالنسبة لأداء القطاعات، جاء قطاعي الصناعة والاتصالات على استقرار، وتصدر قطاع التأمين الارتفاعات بأكثر من 3%. بالنسبة لأداء الأسهم، فقد تصدر سهم سلامة الارتفاعات بأكثر من 6%، وجاء دار التكافل على رأس التراجعات بما يقارب 3%. دبي بارك أند ريزورتس تصدر الأحجام ب 103 ملايين و600 ألف سهم، وجاء أيضا على رأس قيم التداول بأكثر من 151 مليون. تلاه قطاع السلع الاستهلاكية وكذلك العقارات والاستثمار والخدمات المالية.